حبه وإقارة بتفقن أمه خبخة خرزة ديلانايا برص الدخران مرقي ورقي السهدة من بنيث التسقوبة هادخ آذي ماثا لو ماث التسقوبة كت شاتا من شاتا دتري ألبو تمنيسر أم شريلة بواذا آذي عذعيذا يعني بثرماد ضد إيرا بثر مادم حريرة آذي ماثا بش لبواذا خدخرانة تمرقي ورقس كد أربو أسري بيرخا بس قم أربو أسري بيرخا كم شارخ عاد عيدا لو خمهرجان كاويب ششلت خرزم شخلب كايب من ديانة مشخلب انهاوة رياضية وانهاوة فنية أمناي وانهاوة مردو ثانية ثقافية كايبة كبير من ديان هادخ اديو من آذي ماثا ماثا تسقوبة آذي ماثا ديلا إذيتم شو مهتا جو ناشح وجو بالخانح وجو شوبانح ديلي يرتو ثاناية دي قدائر عمرح الماي تشن هادخ اديو من داذي ماثا ومن داني ناشة مكيخة بخازخ من ديانة مشخلب بخازخ فعاليات مشخلب انهاوة رياضية وانهاوة فنية وانهاوة ثقافية هادخ بشو أمن كلن بغداد تدم شو تبخ بآذي عذعيذة ببرصة دخراند مرقي ورقس سهدة من ماث التسقوبة هذا بتهاوينا نتفقتا مد ابونا فارس دي الخوري دي ايت مرقي ورقيز جو تسقوبة دمرخ بشينا ابونا بشينا قاوة بسمتا على ناطير اخوك شكرا اخو لي تيثوك ابونا ادي اوغ بغزايا اث جمعتا لو اث شو تبتا حليثة دي بغزايا من ناشد ماث التسقوبة برصة دخران مرقي ورقيس هذا خخازخ كل مثواثة كبير من مثواثة ومذيناثة كاويلة خ زياحة لو خ عذعيذة بريشة برصة اذي دخرانة لو شيرد مرقي ورقيس انهاو من تسقوبة ومن القش ومن عنكاو ومن شيوز ومن بيشابور كبيرة من مثواثة عمديا اي طلش ان تسقوبة خازخ لبرشتا جو عذعيذة يعني مهرجان برصة دخران دمرقي ورقس فميل نيشا ميل هدف من داذي دخرانة وتمهك باي شويذة قم يوم اربو اسري بيرخا قم يوماثا وكاويب ايبن امرخ ششلتا كاو كايب كبير فقرات منوعة كايب خرز مشخلب اذي عذعيذة فمحكي لن الاث عذعيذة دك باي شويذة قم دخران دمرقي ورقس أكيد دائما إيه تكوذا خطنسيق خترتيب تلفي وماثا قبل إذا تدول خ بثختة أو أبنت دخمرنا إلى خواثد افتتاحي مو افتتاحية لكن تنفيسي للشباب تدهاوي بي عيشي بشلامة بصر كل من دي دبريل بقوي وذ من دي إلهم خترتيب تدن شباب تدم شجعي داثي ليتا وتدهاوي بين قدمي كل من دي الطاوة من ثقافي من فني من روحي من أدبي من شعري من يعني من كل مجالات الحياة فمن هذا كذا ليتا الزياحة طفي وماثا إلو مختلف ببرنامج زي قبل خصة ويوا سباق الدراجات داباث ماراثون وبثري باويثن افتتاح متحف وبعدين مزارة دم المعونة الدائمة ديلا التلة دي شمد ماثة تسقوبة تلسقف فاللي ببني الشمح فمن هذا كم دخل مزار تام تداو خنيشا دعلامة دمشي حيتوثة ودهيمانوثة أي يوم قماية من هاجد يوم قماية يوم قماية وبثر دغ بدهاويثن يعني خا مسابقات ترفيهية وبثر دغ باويثن خا من دي ترفيهي دي جي وما دي جي تشباب اي كل حب يوم كل قمائي. يوم قمايه يعني بدها وذمندي بدها ومليا من ساعة 4 وساعة 8 وبلقحت الشبر ماشي يعني هل بت بس ما جينوخ الادخ تخملتا جمعة كل اني يعني وبغزايا كبيرة من انش وقور وشور ويلوذ وطلاء يعني ابن امرخ شباب كل جميع اخ بآذي شوبة بآذي دوكة تتقاضي خ عدانا بسمتا تدبر يا خ ايوالتا وشقلتا مختبادو لد افكار بينثي تدبر اني كل كيذي اغذاذي لان كل اللي بخايا بغذماثا بس ايمن ادعيشي بث عدانا وبآذي يوم بريشة بآدخ يوماثا بس
هذا فقرات هاوي مشو خلبة انها ومن متحف انها ومن سباق انها فنية رياضية اجتماعية ثقافية هلبت طاوة وشبرت خازخ لي بادخ من دي يوم دتري ما بتاو منها يوم دتري باوت نهائيات مسابقات افتتاح معارض فنية قاوت قاعة بدها ويلن نهائي دي الطائرة وديت كرة القدم ويوم الثلاثاء بدهاو الشعر ومن ديان خنا دكو دخلي بذياو ثقافي ويوم دربو اسري بيها يوم دربو اسري بدهاو ويلان شيرا بدهاو قاود لندو قاود بينث تسقوبة وشرفية تامة بالجمعي بثر قوداشة بالجمعي ناشي تامة وبدهاو خشيرة خرابة تامة رابي لك هاويثن خزوياحة يعني بآذي فرصة أكيد تامة بدها ويثن زياحة ومن شوق صرت مرقرقس ولو من شوق لك ويثن بس زياحة بدها ويثن بسبب كورونا أكيد يعني فبدها ويثن زياحة بد مناسبة وبدها ويثن خمين دي روحي تامة أخني إثمرة أذكر هانا والأدي يوم ليخ خليص منح على الموال جغيشة قاوح بس بغزايا خكمة من مثواثة ديا لو بنياثة ديا ولا بضقارة خيوثة اللي بس هلبت يعني إبن أمرخ كنت خابش المسؤول لقيانة حتشاق الإجراءات وقائية واحترازية تخاطر دلبايش مصاب بهذه مرة وهلبت أني أمرخ لي طقس إيتيلي روحانايلي واليثة لإلن هم أخني دمشوت بخب قوي وبش كبيرة بثر الشاتة بشلن كل على حصير بيثا دي يوما كأجب ليلة تنبقي تدم شوت بي بآدخ زياح رابي آدخ شوت بياثا لو آدخ مشاركات لو آدخ عذعيد ما قدك ياوي لو خو خيلة تخاطر تبلخوتو تماثا بش كبيرة ودوتو ومطورانوثا بآدخ شولان وبآدخ عذعيد بش كبيرة أكيد دائما إلى غذا مسيرة كبير طربثا فأذ مسيرة ناشك بعدين بأول خطوة دختكم بعدين قاش تقمنا مثيلا نخي دايب وبداية فهذا يعني أذ مسيرك رخ شخلة وكيوالا خحافز تثبتخ تدهاي تنقودتا وتد مرخ شخ من دي ديبا قو خيل المريا خيل دالها بس ما جينوخن وعليها مقوي لوخن وعليها موافق لوخن وبخيل دالها باوخ أموخ وكل نيوماثا بآذي عذعيذة لو بآذي ميزلتة تبشوت ويذح بإن ثلاثة يوماثا واليوم تشيرة وبخيل دالها تخازخ أومن دي طاوة وشبيرة من آني دم شوت بي بآذي عذعيذة وبمرغ بس ما جينوخن وعليها مقوي لوخن تخدمت آدخ من دي أهلا ناطيروخ وخا جينوخ بسمتة شكرا ممنون هل بدها بتهاوين لان تفقتا متخ برسوبا مشتقلانا ايبن امرخ جو سعتا مردو ثانيتا بجو اذي عاد عيدا دمرخ بشينا بقاو بشينا بقاو اخو بشينا باسم روفايل مسؤول اللجنة الثقافية ديد ايتا قاو تسقوبا يا بشينا بقاو استاذ باسم محكي لن دمرخ السعتة مردو ثانيتا اللجنة الثقافية ميل بالخانح وميل شو لحب آذي عذعيذة دي الادو يوما بيشا يعني دي لبواضح قو ماثت تسقوبا برصة دخران إذا مرقي ورقس بالبداية مقدم الشكر طالق ست إيفا وتكادر دي ليثيا منخ وتقناة عشتار دكم عودالا بأنه دائما ولا حاضر بناثن مهرجان مارغورغيز لكم ودخل أشت يعني أو رابع مهرجان له مع إلغاء مهرجان 2020 نتيجة كورونا فأي ثالث معتبر بس السنة الرابعة له إياه لجنة الثقافية مهتمة بالأمور الثقافية بس مثلا قضايا المتحف مسابقات ثقافية الشعر أمسية شعرية حتى الغناء التراثي قاو التسقوبة أي كلها من ضمن مسؤولية دي اللجنة الثقافية له مقسم لنا المهرجان إلى عدة لجان اللجنة الفنية مهتمة بالمعرض والرسم والقضايا الفنية اللجنة الرياضية بأمور الرياضية واللجنة الثقافية دك محدد المندي وبنفس الوقت اللجنة الثقافية دي إيتا أي منسقة لبنث كل اللجان فأخني مرتب لنا قضايا المتحف ودايب أو افتتاح ديح الجديد بالبناية خطت كم وذخلة وباولا المسابقات يوم دتري مهرجان صبرا دي الثقافية النهائي وبنفس الوقت يعني كبور أمور الأمسية الشعرية بوي بيوم خرايا مشارك عدد من شعراء بس كل بريل الاختيار بأنه دائما داخل تسقوبة يعني قايم من داخل تسقوطه كله لك اذن قبريل هذا لكن بريل رايي هذا انا بصراحه بصراحه شدا منك يعني منه بيوال رايي بانه شدا كله لكنه ماري بانه شدا من داخل تسقوطه كتجربه
مو انتقاصا من غير شعراء، بالعكس كل الريش ولين لي، بس بيلي دو ذيك التجربه حسب ما دو بريل تبرر بانه دبار تشجيع، لانه اخلي بتسقوب انت الشعراء قصه دبار تشجيع خاطر الناس دولي طاقات. فغزيل الخكمة الشعراء يعني صح قابليه ليلة بعد مبتدئيني لي، بس ميلا انت مش تشجعوخ لي دسقي بن مهرجان اكيد، بس ما جينوخن يعني كل اود باشت ايذح ودمعنا هل بتدمرخ، بس ما جينوخن وعليها مقويلوخن تخدت خدمت ماث التسقوبة وببريشوثة ايتد مرقي اكيد، وببريشوثة ايتد مرقي ورقيس ديوت وكلوخن بلاخة كلوخن بغضاء اذا بآذي ايتا ومقروب اثمن دي طاوة وشبيرة تآذي ماتا، بس ما جينا أخر. شكرا شكرا ستيفا، شكرا جزيلا، ممنون. مرحبا، اهلا وسهلا بشينا. شو مخ بشينا؟ ايثم فرانسيس نمرود. يا بشينا بقاو، بشينا بقاو. مسؤول دائما لجنه ودقو اذي مهرجان. اكيد اخني لجنه دي اللجنه الفنيه اكيد ليبه مسؤول، اخني كلنا ببلاخه كلنا نخوخ ذايده كلنا مدغذ هذا اثوا اكيد مدى معلمات فنيه مني اثوا شباب خن مني كلنا نخوخ ذايده اكيد اخني اللي المهم المسؤول المهم العملي اكيد. اللي جان موجوده ويوغو ايتا لو كنت قباري ادخ مناسبات لو ادخ اضعيذ كم كوذوت تفعيل دي اني اللي جان اكيد ليه موجود اثوانا اللجنة الثقافية دي ايتا مشو كلها بعدين لجنة فنية طبعا ايش قلي ان دموخ من مدارس من ماثا ان دتي مثلا بموخ خبرة ومعلومات فنية مشو كلها لجنة الفنية على مود اد مهرجان يعني هاوي لو خو مثلا من ديان فنية دمقلوتوني لبآذي عبعيدة؟ أكيد 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 مثلا تن معرض فني ديد مدارس معرض كل شرابيلو إن شاء الله بخازت ولا وقد معرض إلي مشور كل مدارس التن أيضا إلي مشور بقاوح ناشي من تسقوبة شباب دك رسمي التن إنشا إلي مشور بتراث التسقوبة خمن دي كلش حلوة بصراحة يعني بخ إبداع بخازتوني الأخطو يعني أكيد بخازل كل المشاهدين هذه مثلا معرض تباش بثيخة كل طلاب مدارس بشلي بليخة كل مدرسة الطلاب انت موهبة رسم لي أكيد لأن لا كل طلاب كنت موهبة كنت خامد بإيل رسم لي كل خامد بإيل لا 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 كل خامد بإيل رسم لي وأكيد أثوى مني مثلا إتي موهبة إثوى من إتي إبداع وبخزيت أدمن دي كوش حلو يا بصراحة إن شاء الله بخاستو ما يوم أبتاو آدي بأيما يوم أبتاو صبرا إن شاء الله ساعة خمش بعاصرته بداو افتتاح خمش وبلقى بموخ بداو افتتاح ديد معرض وبطرح بو توزيع دهداد مدارس طلابي ان شاء الله. خير لها الا مقويلو خن والها مبارك بكلو خن وتخدمت انهاود ايتا وانهاود ماثا بس ما جينو خدي وتو معون اني طلاب لو اني يا لزور لو اني شباب تخاطر يعني ايمن تهاويث خدوك اوذا تبني دي هلبت موهوثة دي بش مطوره وبش بهاي بيت بلخي وبش كبيرتها خمناسبه لو خاعد عيد غدادي. بس ما جنوخ اختو مش كبير اللي مغطوي هذا حدث بس انت تعقيب بسيط ليل بس معارض اتن معرض الرسم الحر اتن مسرح اتن شعر اتن كبيره قضايا بصراحه الى كل بد مهرجان بخاسته ان شاء الله واني بالتعاون الجميع بتعاون الجميع طبعا الى بري ان شاء الله بس ما جنوخ بس ما جنوخ بس ما جينا اخر هل بدها بتهاوين عند فقدة مد مشتقلانا لو خاء هداما قو سعتا قولي انا رايتا لجنة الاعلامية دم رخ بشينا بقاو بشينا بقاو قناة عشتار لوي عزبو حاليا دوري بقاو قد مهرجان دمخ اعلامي له وعضو اللجنة الرياضية شو لد قولي انا روثا الاعلام ديخ خازت لو ميلي بالخنوخن وشولانوخن بآذي عد عيدة لو بآذي مهرجان كبيرة ويوا يعني طاوة شولان خاصة قاود عد مهرجان طلاثك بلخي بقاود إعلام فكتور وأوس وأنا
ودلن توزيع مهام دموخ نقل مباشر وصور وفيديو وفيديو وفوتو، يعني همتن فيديو قسم ليل نقل مباشر. فعاليات دموخ مزدحمه، يعني مثلا بنفس اليوم اثوالا طايره قدمت 2 مباريات، واثوالا مسابقات ثقافيه بقاوه قاعه هادخ مندي كبيوال، يعني دامروخ توزيع مهمات بناثن. فا اوكي كل من دير خشله، واكيد كمل شو لان اديو بيثوخو، يعني اكيد اخني دائما تمام مواقع التواصل الاجتماعي بشلي عالميه، لكن دائما بحاجه وخل دموخ قنوات دموخ مواقع خن خاصه اود لقبن متشقيانح وباثق فيسبوك او باثق مواقع اخرى قاو التواصل الاجتماعي قناه عشتار ولا قامح. فاكيد من 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 زونا قناه عشتار ولا اخا، و ببراسة كل من مندي ديوق بواذا من شنو قم أول أرتن عنك تخرن ثي ولا خيفة وكلي ولا آخر ومحكي ولا تلا ديو يثمن دان خاث ولا خوي ذيقة وتلا خازخ بصرد أرتا بريلة تخمليات خاث إنهاو، يعني بش كخازخ مثلا بريلة إيصورة جو دمرخ يرتوثة بش كبيرة جو آدخ واذ يعني آدخ عذعيذ بقمين 3 وآدخ مندي بس بطل دقرطة، يعني قم طلشن أو أربيشن غزيلا مشوريلة، يعني المهرجان الأول وإديو المهرجان الثالث لأن الرابع ودمرخ شتقي بسبب كورونا لبش ويذا آوى مهرجان. فمين سبب مثلا ديك مياولو خن آدخ خيلة بطرد أرطة تهويلو خو آدخ تخملياثة وأذوت آدخ مهرجان جمعوتن، يعني آدخ عمد ماثل وناشد ماثا إنهاو قولوا إنشو يا لزور وبنون وبناثة ودمشوت بي بكل من دان. يعني تخيرخ كورونا يمكن بأدرو شعانا بمن أنا بتخرن بشكرن كورونا قيلي إنه أول شيء كليلة بلطة ليلة هجرة من 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 تسقوبة من دكان خنو هاي خمندي إيجابي ويطال ناشد متخملي بقاود بقاء إما ناشا دقاو بدكثة لازم يعني محاول دقاصر بدكثة. أنا هاي مبدأ دي الكمن يعني شد لاو شد عوي جذور ديان عميقة بقاود بقاود أرى ديان هذا من دان وهذا دخكم اختفتياثة يعني والتجمعات أكيد خمندي طاولة طالد مقوخة خا مقوخ خا بعدين من مقوخ داوق حبة أكيد ببلخخ دخم خثخ خاين دخم حسنخ خاين أدمن دي كل ما تبيشي خاين بشطو كل ما داوق حبة أكيد بشبه الالتزام قاود أرى ديا ومن دي خنا يعني هذا من دانو هذا مهرجانات غزيلا إنه ناشد خارج التي خا دخي ختجاوب منن يعني متفاعلين منن شطقي تري الزور يا خوي بطعانة خعمود خامن خارجكم خازيليكم وقت حكم خابيركم عميري اتي هديكم يا ولي خ مكافأة مالية دليل انه ودلخ التزام خ توافق بين بيننا خارج بس مجيني كله وبس مجينوخ وكله خن دي وتبواذا آدخ تخملياثة دي كيث آدخ تخملياثة تتجمعي كله وتتبيشي كله غذا إذا بحبه وشينا وشلامة وبخيل لها إثمن دي وتؤدي يوم مقروح من ماثة تسقوبة تبارس بدوكان ومذيناثة كبيرة تخاز يعني تخازل كل حلمة وهذا غدم شجعي لا يعني ابن أمرخ لا تدعم مادي وإنما دعم معنوي تبيشتا جو أثرى بالشرشد هذه ماثا وريذة عموقي له ولكي ثلق آرا وليلة ساناي ومحول له كبير قاثة بس هذا خد إيرة تسقوبة وقملة الأقلح وبريش علويا وبآدخ عذعيذ وبآدخ مناسبات وبآدخ شوتة بياثة وبآدخ جمعياثة كبير بس ما جينوخو بس ما جينوخو بس يعني خمندي نشيلي تخرنه انه اي مهرجان ديال تسقوبة اخني ايثن كبيره ناش بعد ليله زيل دكانه بطنايو تلكيبو بقوبا فاول بغزايا تفاعل انه مهرجان ليل بس تسقوب ناي مهرجان ناشد متواضع خنه ولا مشرك قاوح ولا بغزايا تفاعل ولا بغزايا انه بريليخ علاقات بين ثي انا يعني كما اعتبر انه خمندي مهم وايضا ايثيثوخ واخا اكيد خمندي مهم له طالد ايد مندي تبايش خزي خننا شو تخازي انه عائلة تسقوبة أنا ناشدي ليعيش بتسقوبة ولا بعياشة مهرجانات رياضة ثقافة وكل من دي
وبس ما جيناهم اكيد بخلي بس ما جيناهم كيف الليل ان ادخ قريثه لو ادخ دعوه تتهاوي بن هم خلي تمشوت بخ اموخن ودمقر وخ تكلم فرجانه اومن دي تاو وشبر هلبت عشتار بكل شوب وبكل دوكه وامت كب عشتار موجوده وبين ثيب هويا تتخطيط نشاطات دي بس ما جيناهم وعليها مقويل بس ما جيناهم بس ما جيانت خوني اثرى ديل دائما يعني متابع لن وجيان اخو جيان مصورين وان شاء الله يماثل عثي باوتو منن هذا بتهاوينا انتفقت امد مسؤول للجنة الرياضية بدم الخبشينة بقاو أو بيش كبيرة ستيفا شمو خشينة؟ نجيب رؤيل حنا يا خشينة بقاو ما حكي لنا الشولو بالخاند آذي سأتا بقو آذي عد عيدا أخني يعني بلجنة الرياضية دي المهرجان بالبداية تحضيرات المهرجان أبونا مشكل اللجان أخني من اللجنة الرياضية وخوا مني تريسرخا بلاخو شكلا لجنة وذن مسابقة كرة القدم شرك لي بقاشو أو فرق من ماتا وكرة الطائرة مشارك لها 5 فرق وكرة الطائرة كما دخل مختلط منون ومناثا بغداد فوضنا مساء يعني تصفيات داد تنتريسيق نهاية طائرة صبرة 5 شيبة بدوذخ نهاية دي ساعة 3 بلقع وروتا بدوخ نهاية خماسي كرة قدم قاود ملعب ديتا هم انت النهائي ودي وقلنا افتتاحية مهرجان مهرجان طبعا مهرجان ثلاثة له من 2018 بدي المهرجان جيبا وكنت ارجع لنا اخر ماثا يعني بطر نزوح وايقا ابونا سالار مجوخ التحية قموال او مهرجان الاول واخني ادي ودلن ما سباق ماراثون وباسيقلات دراجات هوائية فانت جوائز دا بس قفوا عليه تلا زياحهم مجعوه له جوائز تفايزين 3 الاوائل وعشر الاوائل مشاركين وبشينا بقواخن اكيد بشينا بقواخن اختن وبس ما جيناخن لثمن ديديت ومقروح هل بتكون نقلة كم لخغضة اذا تجيان احلك طرفة ان له هو مع انت خائم متخنة وكل سعياثة هاو ام دغضة ان هو مردو ثانيتا وان هو امنيثا وان هو اصلي طايوثا رياضة هل بتكل اني جمعي بغضة وبتخملت ام دغضة وكل اذا بغضة اذا هل بتبنافق خمن دي طاوة وشبر دغضي بغزايح ادو يوما برقولا بس ما جيناخن وقالها مقويل اخو تخدمتن وخليتك شكرا ابونا فارس خوري ايتد مرقرقس ديان سقوفا وابونا كرم دل يعني التعاون دي والتسهيلات كم قدمي لنا وكل من دي ومفرطه للشباب ويعني بقعد اللجنه الرياضيه واللجان الفنيه والثقافيه وكله وشكرا قناه العشتار ودائما اختو كاوتن سباقين الحمد لله واخني مرتاح منه على طول ريحة مثل ملك مشيحة حشاك
نعم تودي فلايك لو نزمر شوك اما قد شابو من نقعون كذا امري مريخو ايقارد ماريا دش مش ميا من مليوعير بروم سه ايوضي تانثنا الاخ عمي بقين نذهن زامرين طويا وش تودي لبقيا حيا وطويت لاميش طرين صبثنا وشب زيوث وبرق وبالطيب تودي ثد لابولا غايمان وثا شاريرتا هيك لازغي ذا دشخين ترى طيعة ندمر مشي حارع يا شريرة حمى بحنانا نطري الدب طيب وثخم الكربة تشبه رشمي بظر بصلي وبثمت حيا ازداونات تنا مار يا دو طلا لين استاتر اغدل من ابغى ويد نوع من ريشة حاوبي لا مرتدي وزرعيد احنا نوببعت يا اذبن وذقى وسحرنا الهن الا عتق قديشتا اريم طرعي ريشيكن ضم ضل ملك امشي نوع العم غابكين شغل زغض لو روبارقان وغوى وهيك لا قديشن رامي بتودي ثوني مردور وقديش اورم ومعلي شلطاني رايا طاودنا وشاثا عذورا وباروقا دبر لنا خصويانا تحط اللالد يمينا قب البيرم ليل السب وذا دو تودي ثم قروينا أولى الرحمة وحنانا من بذقة الزعتيرة من يمينا وبيمينا بارك إنشان وضرات كبارو ثغنا الطرزو نين بذمة نور اغن الضب من عيد حشك لا اذا عم كيني دش برقوذ ميكش والنير اثم الكوثا مرعي ثنا الطر ما رمبعنا نغلى نشتوهر نزغد علينا خلق ارسد اغني نقذيب شدر حيلق من غاومه وناوي شور المشري وانقم ببي لا نيثن خيوعاند مرعي ثغنيثن طار من بوماد علي ميوضط لا يشور شو حرح مغمارات كل شو حر مزخ احيث كل شو حلق من علا شو حلق من تحت ايش صار لك ريهب احنانا وقبل باعو الساغو نروز لبون فرقانا ونمرن كل شعشو حالا قبر حيلا مرقي وارقي الشوط الموتى والسايبة والبوسا قمار والنغد دخول سكيمين سعر حيلي وتذمراثة وبني خل نشر اشرة ريخو دنص على فليطة دو حيلي نسكل طوعياي دمشي حا كلا نذقى واسنا شينا واشلا ما نقيره
روحة قدشة إشكاحنان العالم وعذم العالم من وامي شويح من كل ورم من كل ومعلي علل من كل نطر عيد أغبحنا نا والدي بريبغ بصلي وصل الإسلام عمان لها ضابط كل دقوير وخليقني قديشة وكم حضرت بقوي كل من جيت بايش خزية تدهاو تخرونا الصعرانة والقديشوث ما ريهون دن مرة يبشوي ليهون مث كشبينا واعينا منخ نوارخ ونقدش الهالين يقند مارني شعم شيحة وامع طوانيثة ودشليحة وساذ وقديشة وعوذ او مريا لها دخل من دن يقر الهالين يقني نسا ومنا خركة حلمانا النوشة والطغرة دو علما دعثيث حيد العالم بياض براخي حذايا مارني شعم شيحة ذهب زانا مبركو خلنا صرت ام المعونة الدائمة دي لعليل ديت بايش تاما مزارة
عم روحه. لا فلام صيح الكل درويات اليقنة قديشة مصطبيات بهون خلما نعزي النون نعهد صعراني والقديشوثة ماريهون دن مري بشويلي هون متكشبين واعينا منا تتبارخ وتتقدش لهالين يقن المارني شعم شيحة ودمي قوانيثة ودشنيحة والسادة قديشة وعوض ومريا لها تخل من دن يقر لهالين يقني نسى ومنا خركة حلمان النوشة وطبغرة وعلمة دعثيت حيد العالم بياد براخي حداية مارني شعم شيحة هاشا ووف الزوان والعالم عمين. بصلوثة دم ورغتا شينا نمليغ موريثا وواعوثة دوثلتا يلدد عيتان اثنطرون حيلادا حذ من روما وقد شو صف ثالي قارن يلدد نورا شريرا وصورا وحي ورياثا نوي عمن ويناثان كلون يوم اثت حيين ناس المرعي والاخريه وليل اندر من نسيوني نبني ليل دي ثيون برحاثا رحي قاثا واشلام الغوبات ايون دانث خون من بيشا ويلين دو يمي راذين نشتوزن من كيموني ويلين دو يوشم الخين نثبصن من بربرايه ويلين دو شويا اشتوي ونشترن من اصوريهون ويلين دو اقطير ادويرين احنا نخن ويا كريوثون ويلين دويش شاحق لون نغعر بحيل خربا ويلين دوحطاهم الخين حسا واشوق حوبيهون ويلين قاري وقرباني تثنعبون آلا هوثا ويلين دشخي وعال صورخ نحم وحا طيبوثا واحنا ندحذنا نقوسا بصلوثا دم ورختا مريم ثلتا قدشتا امي دي شعبا رقا باني ثنطر من بيشا ونسخي الخلين صنعاثي وون يوم ربد وحرانا فرشين طاوي من بيشي نشتوي دعما نذبسن بغنو ندم الكثر وما نزمر شوحت لي ثايا لا وورا روح قدشا دمار كرقيس قديشا قد موخي قارا سر داخلنا سردا قوانا هيا نشلي الخلاص سطانا وبشلي محميانا إنه عودة بقشي منشي ظلومي غبلوغ بشاب قخلوغ سهدو
الثالث والآباء الكهنة الأفاضل ونرحب بكافة الشخصيات التي تمثل الجهات الحزبية والدوائر المدنية ونرحب بجميع أبناء بلدتنا تلسقف والساكنين فيها فأهلا وسهلا بكم. عزيزة تسقوفة، أهلاً أهلاً بكل شبابنا وبناتنا وكل من حضر اليوم معنا. هنيئاً لك قريتي هذه الفرحة والمناسبة الرائعة حيث نعلن انطلاق مهرجان مار غورغيس الثالث. افرحوا واهتفوا وهللوا. والآن يتفضل الحبر الجليل مار إثناسيوس فراس والآباء الكهنة الأفاضل لتقديم الجوائز الفائزين الأوائل، فليتفضل سيدنا. الفائزين في سباق الدراجات، الفائز الأول أندي سعد رحيم، فليتفضل. Yeah.
الفائز الثاني في سباق الدراجات أندريه ضياء ياقوف، فليتفضل. الفائز الثالث في سباق الدراجات مايكل عامر غورغيس، فليتفضل. والآن توزيع الجوائز للفائزين في سباق الدراجات. والآن مع فائزين الماراثون، الفائز الأول رودي كامل شعية، فليتفضل. الفائز الثاني في سباق الماراثون فرانس يوسف عبد، فليتفضل. الفائز الثالث في سباق الماراثون ستيفر أسعد جبرو، فليتفضل. الفائز الرابع في سباق الماراثون غسان شمعون يوسف، فليتفضل. كل جماعة ويمنتها وكل كوادر الحزبية دي لعظيرة، فأكيد تفرون رابر تكل ماثا دكعي شغل ديوما وبصخوا قاوح بيت بثفلنا دمزار دم المعونة الدائمة. فتاريخ بسيط اللي تدى يكون تكبثوخ لديوما بشوث تدى يكون سنة 500 ميلادية قاود قسطنطينية جو خمع بالزورة وبشلا غصرت عجايبية تيم دالها وورصنت أدأت صورة قاود خشب وبديلو إقارة دي قاوة من قبال ناشد أي منطقة وبنيلي غدا إمبراطورة بنيلي أي تبشمع وبشلا ناشب يوالا إقارة طال دقا يكون يمدعون دالها حسب التقليد بدأت الصورة كم راسملة قديشة لوقا الإنجيلي
وبشنا هذا يكون منيثة من كل يقنة ودهوة ومرقنياثة، ويمن بشلا هذا يكون بشلا تورتا من قبل أطراد شاتة ألبا وربام وطلثة وخمشين، هذا يكون يمدعون بدايموثا بشلا بدايموثا خاعون تكل يمشي حايا، وبشلا خرمز تحشى دك مرحقة منا كل برناشة، وقاوح كم خلصة كل ناشا دك لاجي إلا تختل، هذا يكون للعراق هذا يكون دم دعون بدايموثا ثيلة من خلال بطرك مر عمانويل الثاني توما إيمان الزير روما، وتامنا خثوة بقاود روما قابد الآباء المخلصين، وبلا أد باطر يركا فكرهانا عسقا، وطلب له من يمدعون بدايموثا تدم بسماله، وبشلا ولو قول لقياني حد باطر يركا طالد شاقلة وآود الناشر صرت ديح بقاود كله أثرد عراق، وولو قول ديح طالد أثرى وطمريم ثلثة، هذا يكون إيلة تعون تكل مشي حايا وتكل مهمنا دك لاجئلة دك طالب منا كل إيقارة، فش تطلبوخ منا بشمت كل تكل ماثة وتكل مثواثة تدمريا لها مرحب منا كل كرهانة وكل غم وكل حشة تدابا بصخوخ أمد مريم تدعى بدخلة عبادة إلى لائق آمين. هذا بتهاويلن اتفقت مدم يقرا سلوان بحكيلن دي لخ منسق دعامد اني سعياث الهد اني لجان ادادي مهرجان دبر خشينا سلوان شينا بقواخو بشينا بقناه عشتار عزيزي لي ثوخو اخا، واكيد يثوخو الى خمندي طاوة طالا تخاطر نقلوتو الصوره حلوثه من اد مهرجان دي من ماثن تسقوبا عزيزته تكل علمه خيل دالها. سلوان عايشات الطلثي وتبواذا مهرجان قو تسقوبا بثرد أرطا هذا كذا خشتق لبريل مثلا مهرجان بسبب اذكر هانا لو اثمرة دي العلمة جغيشة قاوح والادو يوما، بس هذا خناش كبه ادؤذي مراسيم وطقوس ديي، فإيثن خا تغيير أو إيثن خا شخلابة لو إيثن مطورانوثا من شاتا لشاتا إيثن تخملياثا خاث قضيفوتوني لتأثعذ عيذا؟ أكيد عزيزي إيان ظروف صحية ثيلي قيبان واوي خمندي سلبي يعني مؤثرة كبيرة الفقرات المهرجان ديان دخد مير أخدها آية إنه شتقي لو بشلان جبيرة لو أذخد مهرجان بسبب عن ظروف، فأكيد أخنيكم حولوخ شاتا تشاتا مطورخ بد مهرجان وفقرات دي ماثو فقرات خاف، اكيد كل شغلات سلبيه دكباري خلال مهرجانكم حاولوا متغلبوا اللي ومعالجوخ لي تخاطر شاته بطر شاته طالت بصوره صحيحه والناقل ادمندي حلوية عن ماثن تسقوبا تكل علمه. ديخ خازت إيوالتا وشقلتا أو تعاون دليجان بما أنه منسق دعام دث مهرجاني ود فكاويثن تعاون يعني لو كاويثن آراء مثلا كياوي تخملياثا خاث وكله خكيتوتو ومدغذاذا وكمقابوتو اي تخملتا طوطا وشبرتا تفيش أدريثا قو مهرجان. أكيد عزيزي أخني قاي قميثا إعلان ديد مهرجان كاو من قبل راعي ديتا ديلي خور اسقف ابونا فارس وابونا كرم او كاولن تعليمات تخاطر تبلشخ مهرجان كاويثن مشاركه ربثه من مثقفين ورياضين وكبيره شباب من ماثا وكم قسمه خنشولان بيناثن اكيد كل خا حسب اختصاص ديه اودي الرياضي كشاقل الجانب الرياضي من المهرجان اودي الاختصاص ديه ثقافي كشاقل الجانب الثقافي اودي شباب مثلا شقلي شول التنظيم وشول الترتيبات دي المهرجان، فبقت حالا كم قسمه كتخا غدي خليد نحل كم قسمه كتخا شول ديح تخاطر دمبلطو خل مهرجان بالصوره اكيد يعني تشي وكاو يوماتا بسيم كا تشي وكاو يعني ديخ كمري لكاوي التوتر كاويثن تواصل امد ناش كبيره، بس بنفس عدانا كنابق خمندي حلويا ومقصخانه اي عزيزي اكيد اخني تشهو غبد مندي
ومستغلخ من وقت دي يعني اكيد دي الوقت لازم داروخ البدمندي منطخ للصورة، لكن كودا كاثخ وخازخ اني يماثى بس سيمو انا شي جميع اكيد كل شيء وقنا شخل ادخ من ديانك ياوي خيلة تناشد ماثا تثبتي قو ماثد بابا وساوى دمرخ تلبريا ولو دها هجرة ولا كليثة يعني دمرخ ليثن إزالة ليثن مفاقة مغدنة شنة قميثة بس هل وخم قلق له بس ادخ من ديان ادخ عذعيد ادخ مهرجانات كياوي خيلة تناشد ماثا طبعا يعني هذا التجمع وكد ماط ناشدي لي خاصة ناشدي لي بخارج انه ناشدي لي بمثواثة الي بيش والي بعياش والي بهذا كل من دي الي غضا رسالة عظيمة طلي انه اخني ولدها ما قد اوخ بلخخ وبوذخ وادمندي يعني معناته انه اخني ليوخ عيش بغضدوكا ليبن معبرخ عن من دي تكبوخل ليبن وضخ من دي تكبوخل لا بالعكس ايبن وضخ كل من دي وان شاء الله ناشب بيشي وبزيدي وبوضخ كل من دي ومقدمه كل من دي تعد ماثا بخير دالها وبغزايا خمندي بريشة آني لجان لو آني منسقين المنظمين المهرجان التي الوشتة بريشتة وإيبا لوغو أي. أد لوغو إلي خاص أخني كاوتن تقريبا كل مهرجان خلوغو خاص بقاوح أد لوغو شقل له حيز رابة منيح إلى التمثال مريم عذرة داتكم خازوت بثختيح أد مزار دي الموجود آخر رشتلد ماثا فاش كل الحيز رابه مني حد التمثال زائدا طبعا نشاطات المهرجان اللي موجود داخل اد لوجو من ضمن دي اي ادغزيله وقم خاصه هي ماراثون وهي سباق الدراجات فتقريبا اد لوجو كاول صوره فقرات دي تفقرات دي فاي يعني كاول مثال انه ما كماثل او ما متضمن هي مهرجان دي أكيد بس مجينوخن وقالها مقويلوخن بخيل دالها تقامة بش كبيرة تآدخ نشاطات له تآدخ عذعيذة ودكياوي خيلة طلوخن وتناشد ماثا وقالها مقويلوخن شكرا عزيزي كشكرنا خايت وكشكرنا كادر ديت قناة عشتار لي ثيثوخو تخطيطوخو ددمندي شكرا وبس مجينوخو هذا خزيانا ميقرم طيلا الخوتام دادي عذعيذة من يوم قمايا من ماث التسقوفة هذا خغزيلو خن آني نقزلو آني فقرات دك مقرويلة إديو آذي آني لجان دوي ومحضرة تآذي عذعيذة هذا بمرخ طيلا الخوتامة بمرخ بس مجانت كله والكل من دي دك مقرويلة بآذي يوم بريشة وبريخة أنا مني طلوخن بمرخ بشو